السلام عليكم. الجزء دوت بنتكلم فيه ازاي نرفع الاوكتان بتاع البنزين. يعني كلنا طبعا عارفين وبنستخدم البنزين في العربيات بتاعتنا، بس ازاي ان احنا بنرفع الاوكتان، او الاول ايه هو الاوكتان؟ يعني رقم الاوكتان في العربية هو بيقيس جودة الاحتراق، أو بمعنى آخر الاحتراق منتظم بدون خبط في المحرك، بمعنى إن العربية تديك سحب كويس وتديك سرعة كويسة وطاقة كويسة، وفي نفس الوقت يبقى صوت المحرك كويس. فهو دوت المقياس بتاع رقم الأوكتان. فهو رقم الأوكتان هو الخط بتاع الوقود المكافئ لمخلوط قياسي مكون من الهبتان والايزوكتان. بمعنى ان هما زمان حاولوا يشوفوا المركبات الكيميائية اللي ليها خبط كويس، فلقوه افضل حاجة في الفترة اللي كانوا بيجربوا فيها دي، لقوا مادة الايزوكتان ده اللي هي ليها الخبط الممتاز، وبالتالي خلوا رقم اوكتانها 100، بينما دوروا على المادة اللي ليها أسوأ خبط ولقوها مادة النورمال هيبتان. فنسبة الأيزو أوكتان في مخلوطها مع النورمال هيبتان اللي بتدينا خبط مكافئ للوقود بتاعنا هو ده تعريف رقم الأوكتان. طيب البنزين بيطلع منين؟ البنزين بيطلع من الوحدات الإنتاج الرئيسية زي الكرود ديستليشن، وزي الهيدرو كراكنج، وزي الاف سي سي، وزي الكوكر. البنزين دوت بيبقى فيه مشكلتين. المشكله الاولانيه هي الملوثات زي الكبريت والنيتروجين والاكسجين والميتالز والاوليفينز، دي كلها بتبقى ملوثات غير مرغوب في وجودها في البنزين بتاعك. المشكله الثانيه اللي بتبقى موجوده في البنزين هو رقم اوكتانها القليل اللي بيسبب خبط عالي في المحركات وباور أقل في محركات العربيات. فعلشان أقدر إن أنا أعالج الملوثات اللي في البنزين وأوصل لكبريت تقريبا منعدم أو أقل من 0.5 جزيء في المليون، بعمل عملية الهيدرو فريتنج اللي إحنا اتكلمنا عليها في المحاضرة اللي فاتت. بينما بعد ما بعالج البنزين بتاعنا أو النفتة أو الجازولين، ببدأ إن أنا عايز إن أنا أرفع رقم الأوكتان بتاعه. رفع رقم الأوكتان بيكون من خلال الوحدة اسمها الكاتاليتيك ريفورمينج، أو إعادة التشكيل باستخدام العامل الحفاز، كاتاليتيك ريفورمينج. في عملية الكاتاليتيك ريفورمينج بستخدم عامل حفاز مكون من البلاتين والكلور. يعني إيه إن أنا أرفع رقم الأوكتان؟ أرفع رقم الأوكتان من خلال إعادة التشكيل معناه إن أنا أحول المركبات الهيدروكربونية بتاعة البنزين إلى مركبات أروماتية أو مركبات أيزوبارافينية. بمعنى أنا البترول بتاعي هو عبارة عن مواد هيدروكربونية. الهيدروكربونات الموجودة في البترول عبارة عن أربع أنواع، اللي هي أنواع المركبات العضوية بتاعتي. احنا عندنا بيبقى فيه مركبات عضوية بارافينية اللي هي عبارة عن سلاسل كربون طويلة، وفي عندنا مركبات ايزو بارافينية هي عبارة عن سلاسل كربون ولكن شجرية، وفي عندنا مركبات عضوية نفسينية هي عبارة عن حلقات هيدروكربونية مشبعة بالهيدروجين، وفي عندنا مركبات أروماتية بمعنى مركبات تحتوي على حلقة البنزين اللي هي C6H6 مع وجود بعض تفرعات لحلقة البنزين دي، فبيبقى عندنا ألكايل بنزين. فأنا لما بيجي لي البنزين بتاعي كتغذية للوحدة دي بيبقى أغلبه عبارة عن مركبات بارافينية، عبارة عن سلاسل طويلة من البارافينات، وعبارة عن مركبات نفسينية بمعنى وجود حلقات نفسينية، حلقات هيدروكربونية مشبعة. دوري في الوحدة بتاعة رفع الأوكتان
هو ان انا احول المركبات البارافينيه والمركبات النفسينيه، اللي هي المركبات اذا البارافينيه اللي هي سلاسل طويله، والمركبات النفسينيه اللي هي حلقات مشبعه، احولها لنوعين من المركبات، مركبات ايزوبارافينيه يعني مركبات شجريه عباره عن سلاسل ولكن فيها تشعبات، والنوع الثاني اللي انا اهدف لتحويله هو المركبات الاروماتيه. فانا بحول المركبات البارافينيه والنفسينيه الى مركبات ايزوبارافينيه ومركبات اروماتيه فيها حلقه البنزين. عشان اقدر اعمل التحويل دوت وانتج مركبات اروماتيه وايزوبارافينيه ليها قدره خبط ممتاز، خبط قليل بباور عالي في موتور العربيه بتاعتنا، بحتاج الى عامل حفاز. العامل الحفاز اللي يقدر يحول لي المركبات البارافينيه والنفسينيه لمركبات اروماتيه، العامل الحفاز ده اسمه البلاتين. بينما العامل الحفاز اللي بيقدر يحول لي البارافينات الى مركبات ايزوبارافينيه هو اسمه الكلور. يبقى انا عندي عامل حفاز عباره عن الومنيوم اوكسيد، بيكون مثبت عليه بلاتين بيقدر ان هو يحول النفسينات والبارافينات لاروماتكس، ومثبت عليه ايضا كلور بيقدر يحول لي البارافينات الى ايزوبار. يبقى دي فكره النظريه بتاعت وحده رفع الاوكتان اللي هي كاتاليتيك ريفورمينج او الاصلاح او وحده تحسين البنزين. الكاتاليست بيبقى طبعا موجود في المفاعل، بينما الوحده كهيدرو بروسيسنج يونت بتكون محتويه على مركبات شبيهه بالهيدرو تريتنج والهيدرو كراكنج، معنى ان بيكون عندي فيه ترمبات، في عندنا خلط بالهيدروجين، عندنا فيه ضواغط استرجاع الهيدروجين، عندنا فواصل سيبريتورز للهيدروجين، وعندنا فيه فراكشنيشن سيكشن. هنقدر ان احنا نعرض دلوقتي السلايد بتاعه الكاتاليتيك ريفورمينج. زي ما احنا شايفين دلوقتي التغذية بتاعتنا بتيجي على فيد سيرج درام، بتبدأ ان هي تستقبل التغذية بتاعت الوحدة، بعد كده ببدأ ان انا اخلط التغذية بتاعتي بالهيدروجين المطلوب عشان خاطر يلطف جو التفاعل وما يحصلش تفحم عالي على الكاتاليست. بعد ما بخلط التغذية البنزين او النفطة بتاعتي بالهيدروجين، بتمر على هيت اكستشينجر لنواتج التفاعل. بعد كده بستخدم الهيتر عشان اقدر ان انا اوصل لحرارة التفاعل المطلوب. بعدي بعد كده على رياكتورز واحد واثنين وثلاثة. اشمعنى الوحدة دي فيها ثلاث مفاعلات وفي بعض الاحيان بتوصل لاربع مفاعلات؟ لانه رفع رقم الاوكتان بيتم فيه نزع هيدروجين، بمعنى ان انا عشان احول البارافينات والنفسينات الى مركبات اروماتيه بنزع الهيدروجين من التغذيه بتاعتي. عشان اقدر ان انا اعمل نزع للهيدروجين ده بحتاج لكميه حراره عاليه، عشان كده التفاعل ان هو بيكون هاي اندوثيرميك رياكشن. عشان كده بقسم العامل الحفاز بتاعي على اكتر من مفاعل بيوصل لثلاثه واربعه وساعات ممكن خمس مفاعلات، وقبل كل مفاعل بيكون فيه هيت. بعد ما بطلع من آخر مفاعل ببدأ إن أنا أبادل نواتج التفاعل بتاعتي مع التغذية، وبعد كده أبرده بمية أو بهواء وأبدأ إن أنا أدخله على فواصل الهيدروجين. بفصل الهيدروجين وأرجعه من خلال ريسايكل جاز كومبريسور. بينما بتميز الوحدة دي عن وحدات الهيدروتريتنج والهيدروكراكنج بأن بيكون فيها إنتاج هيدروجين، لأن طبيعة التفاعل إن هو أنا بحول المركبات النفسينية لمركبات أروماتية. المركبات الأروماتية بيبقى فيها نقص في نسبة الهيدروجين، رغم إن هي أوكتانها عالي لكن كمية الهيدروجين فيها بيكون قليل، فبالتالي خفض نسبة الهيدروجين في المنتج البترولي بتاعي ده بيظهر معايا كإنتاج للهيدروجين. يعني أنا النفسينات اللي هي CnH2n مثلا هتتحول للمركبات الأروماتية اللي هي CnHn مثلا، فبالتالي عندي وفر في الهيدروجين بينتج معايا، ببدأ ان انا افصله في السيبريتورز واضغطه واقدر ان انا استفيد منه في وحدات الهيدرو تريتنج ووحدات الهيدرو كراكنج.
فأنا عندي الوحدة دي تعتبر وحدة منتجة للهيدروجين. بينما الهيدروكربونات المنتجة بتاعتي البنزين اللي أنا رفعت أوكتانه بيبدأ يروح على الفراكشنيشن سيكشن عشان أفصل فيه المنتجات الخفيفة اللي هي C1 وC2 وأفصل فيه C3 وC4 اللي هو البوتاجاز، بينما البنزين بيتبقى معايا وبيكون رقم أوكتانه عالي، ممكن بيوصل لرقم أوكتان 100، ودلوقتي في وحدات بتقدر توصل لغاية أوكتان 102. ببدأ إن أنا أنتج البنزين بتاعي في وحدة مشابهة برضو اللي هي وحدة الأزمرة، بينما وحدة الأزمرة بيبقى فيها بلاتين برضو وفيها كلور، لكن نسبة الكلور بتبقى أعلى بكتير لأن وحدة الأزمرة بتتعامل مع البنزين الخفيف، تبدأ إنها تحول المركبات البارافينية، هي متخصصة في تحويل المركبات البارافينية للأيزوبارافينية للبنزين الخفيف C5 وC6. إذا وحدات رفع الأوكتان بتاعتي عندنا وحدة الأزمرة اللي بيوصل فيها الأوكتان ل90، التغذية بتاعتي بيبقى أوكتانها 70، في الأزمرة بتوصل ل90 للبنزين الخفيف، والكاتاليتيك ريفورمينج للبنزين التقيل بيوصل معايا لغاية 100 و102، أقدر إن أنا أخلطهم مع بعض وأنتج بنزين 95 أو 98 أو 92 حسب نسبة الخلط. دي كده عبارة عن وحدات رفع الأوكتان. حديثا في وحدة رفع الأوكتان بالكاتاليتيك ريفورمينج بقوا بيستخدموا حاجة اسمها كونتينوس كاتاليست ريجنريشن. ليه رحنا للكونتينوس كاتاليست ريجنريشن، أو ليه الوحدة دي في البترول في صناعة البترول بيكون فيها كونتينوس كاتاليست ريجنريشن؟ احنا قلنا فكرة رفع الأوكتان هي تحويل المركبات البارافينية والنفسينية إلى مركبات أروماتية، والفكرة دي بتعتمد على نزع الهيدروجين من التغذية وبالتالي أوصل للهاي أوكتين أروماتكس. لكن وأنا بنزع الهيدروجين وارد يحصل نزع بزيادة شوية، فبدل ما أكون مركبات أروماتية يحصل لي تكوين لمركبات بولي أروماتية ويحصل لي تكوين لكربون، ساعتها الكربون ده بيترسب على العامل الحفاز، فلقوا انه كل ما قللت ضغط التفاعل كل ما تكوين الاروماتكس بقى اكتر وبقى الاوكتان اعلى. لكن مع رفع الاوكتان، يعني احنا خفضنا الضغط هنقدر نوصل لرقم اوكتان عالي، بس المشكله اللي بتقابلنا ان في كربون هيترسب على العامل الحفاز، فكل ما قللت الضغط الاوكتان زاد اروماتكس اكتر، لكن مع زياده الاروماتكس دي هيبقى عندي بولي اروماتكس وهيبقى عندي كربون يترسب على الكاتاليست، فاللي هو هياثر انه اللايف تايم بتاع الكاتاليست هيقل. ففي الاول كان الكاتاليست الموجود موجود على مفاعل عادي زي الهيدروفليتنج والهيدروكراكنج فيكسد بيد رياكتور، لكن لو انه ترسيب الكربون عليه بيقلل اللايف تايم بيوصل ممكن لسنه وساعات اقل. طب هم عشان خاطر يطولوا عمر الكاتاليست وعشان خاطر يقدروا يرفعوا الاوكتان اكتر واكتر، يعني زمان في الفيكسد بيد رياكتورز زي اللي موجوده في السويس تصنيع البترول واللي موجوده في العمريه كان فيكسد بيد، وكان الاوكتان بيوصل 90 92 في الوحدات الفيكسد بيد لان ضغط التشغيل بيتراوح من 16 ل 20 ضعف الضغط الجوي. حديثا ابتدوا يروحوا لوحدات الكونتينوس كاتاليست ريجنريشن، واللي من خلالها بيبقى عندي قدره على تنشيط العامل الحفاز واستقبال الكربون، فابتدى الضغط ممكن هو يقل ويوصل لحوالي 4 ضغط جوي، بدل ما كنت شغال عند 20 و16 ضغط جوي والكاتاليست بيقعد معايا من 6 شهور لسنه، قدرت ان انا اقلل الضغط وارفع الاوكتان من 90 و92 اوصل بيه لغايه 100 و102. تم دوت من خلال خفض الضغط. لما خفضت الضغط بدا الكربون يترسب على العامل الحفاز، ببدا ان انا اخد العامل الحفاز ده واوديه للتنشيط. برضو مع عمليه التنشيط المستمر غيروا شويه في شكل الانترنالز بتاعت التفاعل، فخلوا في حاجة اسمها توزيع الدخول من خلال سكرينز على جوانب المفاعل سموها سكالوبس، دي عبارة عن سكرين أو مصفى يعني موجودة لدخول التغذية على جوانب المفاعل، وخروج نواتج التفاعل بيخرج من نص المفاعل وسموها سنتر بايب.
يبقى انا الاتجاه الحديث هو خفض الضغط في وحدات رفع الاوكتان من خلال التنشيط المستمر واستقبال الكربون المتكون في وحده الريجنريشن. بدخل التغذيه من خلال سكرين على جنب المفاعل اسمها سكالوب، واخد المنتج من نص المفاعل من خلال حاجه اسمها سنتر بايب. السلايد الجايه هنشوف فيها ازاي ان احنا بنعمل تنشيط للعامل الحفاز. في السلايد ديت على الشمال موجود R1 اللي هو اول مفاعل بيبدا يستقبل التغذيه وبيبدا ان هو يفاعل التغذيه بتاعتي ويحولها من مركبات بروتينيه ونفسينيه لمركبات اروماتيه، ويبدا يترسب عليه شويه كربون. حرارته طبعا بتنخفض نتيجه ان التفاعل هاي اندوثيرميك رياكشن. ببدا ان انا اوديها على اسخنها، اسخن التغذيه واروح على مفاعل R2 سكند رياكتور ثيرد رياكتور وفورس رياكتور. بيبقى خلاص الكاتاليست بدا يتشبع بالكربون، هيروح على الريجنريشن. اول مرحله في الريجنريشن هي عمليه فصل الدست من الكاتاليست. نتيجه حركه العامل الحفاز بيحتك العامل الحفاز ببعضه فيتكون شويه دست، شويه اتربت كاتاليست موجوده معايا. ببدا ان انا افصل الاتربه دي من خلال باك فلو للنيتروجين. النيتروجين بيدخل من تحت والكاتاليست بينزل من فوق، الكاتاليست بينزل بوزنه، بينما اتربت الكاتاليست او الكاتاليست دست بتبقى خفيفه شويه. فلما مرر النيتروجين من تحت يبدا ان هو يطير الدست اللي موجود في الكاتاليست وياخده ويروح بيه على فلاتر، وابدا ان انا استقبل الدست. طبعا ما برميش الدست لان الدست ده بيبقى فيه شويه بلاتين اللي هي ماده غاليه، بجمع الدست ده وابدا ان انا استخلص البلاتين مره ثانيه. بينما العامل الحفاز بينزل بوزنه وهيروح بعد كده على الريجنريتور. في جهاز اسمه لوك هوبر، الجهاز دوت بيتحكم في سرعه سريان العامل الحفاز جوه المفاعلات والريجنريتور من خلال ان هو بيعد كام باتشت او كام دفعه كاتاليست ويقدر يوزن الكاتاليست دوت. بيبدا اللوك هوبر يتحكم في سرعه سريان العامل الحفاز وبعد كده يدخل على الريجنريتور. في الريجنريتور ببدا ان انا انظف او اغسل العامل الحفاز واجهزه للتفاعل مره ثانيه. في الريجنريتور ببدا ان انا احقن اكسجين. الاكسجين دوت بيحرق الكربون من العامل الحفاز. بتحكم دايما في نسبه الاكسجين بتبقى حوالي 1%. النسبه ديت من الاكسجين بتقدر انها تحرق الكربون بالكامل وتحولها الى ثاني اكسيد الكربون، والكاتاليست اللي هو بيبقى لونه اسود وهو داخل على الريجنريتور بيطلع من الناحيه الثانيه لونه ابيض. بعد ما بخلص حرق الكربون بحقن ماده الكلور من خلال مادة البير كلورو إيثيلين، هي مادة مشبعة بالكلور، بتبدأ إنها في جو الريجنريتور تتحلل إلى الكلور، والكلور بيلتصق بالعامل الحفاز. بينما الكاتاليست محمل بالكلور بيمر بعد كده، خلاص أنا شلت منه الكربون، حملته بالكلور المطلوب، بيبدأ العامل الحفاز إن أنا أشيل منه الرطوبة. من خلال حاجه اسمها دراينج، ان انا بدخل هوت اير او هوت اير مخلوط بالنيتروجين على الكاتاليست يبدا يطرد الرطوبه من جو الكاتاليست. بيبدا الكاتاليست ينزل معايا درايد محمل بالكلور نظيف ما عليهوش كربون، يبدا هيروح بعد كده على المفاعل. قبل ما ادخله على المفاعل بدخله على حاجه اسمها ريدكشن زون. ريدكشن زون او غرفه الاختزال بتبقى غرفه بيتعرض فيها العامل الحفاز لهوت هيدروجين، بتبدا تتخلص من اي تريسز من ذرات الاكسجين اللي جوه العامل الحفاز، وبالتالي بوصل بالعامل الحفاز للماده النشيطه اللي اقدر ادخلها للكاتاليست رياكتور مره ثانيه. يبقى احنا شفنا عمليه الريفورمينج. عمليه الريفورمينج بيكون فيها تحويل المركبات البروتينيه والنفسينيه الى مركبات اروماتيه عاليه الاوكتان وبتدي بيرفورمانس كويس في العربيات. بيتم التحول ده من خلال كاتاليست عباره عن بلاتين وكلور، لكن
عشان اقدر ارفع الاوكتان ل 100 واكتر من 100 بحتاج ان انا اخفض جو ضغط التفاعل، ولما بخفض ضغط التفاعل بيبدا يترسب كربون على الكاتاليست. عشان اقدر احافظ على الكاتاليست بتاعتي في الصوره النشيطه active form بعمل continuous regeneration. continuous regeneration معناه ان انا بجمع العامل الحفاز بتاعي من التفاعلات وابدا اشيل منه الدست واتربت الكاتاليست بتاعتي من خلال باك فلو من النيتروجين يشيل الدست الخفيف ويطلع بيها على فلاتر. بينما العامل الحفاز ببدا بعد كده ادخله على المنشط او الريجنريتور بعد حساب وزن باتشات الكاتاليست اللي داخله على المنشط ده. في الريجنريشن اول حاجه بحقن اكسجين بنسب متحكم فيها لا تتعدى 1%. الاكسجين ده بيبدا يحرق الكربون بالكامل من على الكاتاليست بعد ما بسخن الكاتاليست للحراره حوالي 500 درجه مئويه. بعمل عمليه التنشيط بازاله الكربون من خلال الاكسجين. بعد كده الكاتاليست بديله الكلور اللي هو طالبه، الكلور ده بيبقى مطلوب عشان خاطر اعمل الازمره. فبحرق الكربون بالاكسجين، بعد كده بحقن بيركلورو ايثيلين عشان توفر الكلور على الكاتاليست. بعد كده بجفف الكاتاليست من اي رطوبه من خلال الدراينج بالهواء. بعد كده بنقل الكاتاليست للرياكتور، وقبل ما ادخل على الرياكتور بعمل عمليه الريدكشن بهوت هيدروجين معايا. يبقى في الحلقه ديت او في المحاضره دي احنا شفنا ازاي نرفع رقم الاوكتان وفي نفس الوقت ازاي نحافظ على الكاتاليست في الصوره النشطه بتاعي. يعني دي كان الهدف بتاع المحاضرة دي. وزي ما قلنا برضو ان برنامج زوم بيبقى فيه الوقت ليميتد شوية، فاحنا ان شاء الله هنعمل ريستارت للبرنامج بتاعنا وهنشير اللينك بتاع المحاضرة الجاية. الأسئلة هنجمعها في آخر المحاضرة النهاردة ان شاء الله. السيشن اللي جاية هنتكلم فيها على بقية وحدات التكرير، هنتكلم فيها عن وحدة إنتاج الهيدروجين، هنتكلم فيها عن وحدة إنتاج الكبريت من الأسيد جازز، وهنتكلم فيها عن اليوتيلز. فنعمل ستارت وإن شاء الله اللينك بتاع البرنامج هيكون موجود على زي ما قلت اللينك بتاع المحاضرة الجاية هيكون موجود على الصفحة الشخصية وهيكون موجود على صفحة البتروليوم رينك. فإن شاء الله تابعونا في المحاضرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.